السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم محب قناة أم بلال البورسعيدية. دلع كرشك دلعي نفسك، صباح سعيد، يوم جديد على عيوني وعلى عيونكم. النهاردة هعمل معاكم المشمش المجفف، شايفين جماله؟ شايفين؟ شايفة المشمش اهوت مجفف وجميل اهو، شايفة؟ شايفة المنظر؟ هو ده بقى المشمش اللي احنا هنعمله النهارده. يلا نخش على الطريقه، ولو عجبتكم في مطبخ ام بلال فضلا وليس امر نعمل اعجاب للقناه ونشارك فيها ونفعل الجرس، ويلا بينا نخش على المشمش المجفف من مطبخ ام بلال. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. النهارده هنعمل ان شاء الله المشمش المجفف بطريقه سهله، انا عامله على كميه قليله اهوت عشان لو حابه تجربي، رغم ان المفروض يعني بدل ما احنا هنعمله عشان الوقت بتاعه نعمل على الكميه اللي احنا عايزينها. طبعا بيبقى جميل في الحلويات وفي الخشاب، بيبقى مفيد وجميل وعندك طول السنه، يبقى عندك المشمش موجود طول السنه. انا دلوقتي طبعا غسلته، نقعته الاول في حبه ميه لمده ربع ساعه، وبعد ما نقعته في ميه ربع ساعه غسلته في حبه ميه وخل كده خلاص. هبتدي بقى اصفيه واقول لك هنعمل ايه، تابعوني. هجيب المشمش بتاعي وهبتدي اشيل منه النقه بتاعه، شفت شلت النوايه بتاعته ازاي وسبتها مقفوله زي ما هي، بس شلت النوا، انا بفتحتها فتحه صغيره وشلت النوا منها. لازم اعمل الحركه ديت، ما بعملش بقيه الطريقه بتاعتي وهو مقفول، لا، لان هوريكي دلوقتي انا عايزه النوايه بتاعته تبقى مفتوحه ليه، عشان لسه هندخل جواه زيت، فعايزه النوايه بتاعته لان انا عايزه لسه اغلفه. شايفين انا بفتحه كده بس يا دوبك، يعني هي من النص الحته بتاعته اللي بنفتح منها، يا دوبك بصباعك هتطلعي النقه بتاعته. سهل خالص. خلاص كده خلصت كميه المشمش بتاعي، ده طلعت كله من النوى منه، وطبعا عشان اتاكد ان المشمش ما فيهوش دوده ما فيهوش اي حاجه من جوه، فلازم افكه زي ما انتم شايفين كده. نبتدي بقى نروح الخطوه اللي بعد كده، هجيب حله واسخن فيها ميه كويس جدا، واقول لك بقى على المكونات اللي هنحطها فيها. تعالوا معايا. رحت على الحله بتاعتي، هبتدي بقى انزل فيها بمعلقه ملح ليمون، لازم معلقه ملح الليمون ده عشان ما يسودش مني. معلقة ومع ملح الليمون برضك عشان ابقى متأكدة من الخطوة اللي انا بعملها، هعصر ليمونة معايا. انا عايزة اتأكد ان المية عندي مش هتدي سواد خالص. هبتدي بقى اجيب الحاجة المهمة، ودي كتير ما بيعملوهاش، وهي معلقة زيت، ومش اي زيت، زيت البرافين زي ما انا قلت لكم قبل كده، ما بيبقاش ليه لا طعم ولا لون ولا ريحة، فبيبقى ممتاز جدا وبتجيبيه من عند العطار. هبتدي احط منه معلقة، هيكسيلي المشمشاية بتاعتي من بره ومش هيخليها تسود، وهيخليها تحافظ على نفسها من الاتربة. هي كفايه بس معايا معلقه هتعمل كل اللي انا عايزاه. هبتدي بقى انزل بالمشمش بتاعي في الحله، ومش هخليه يقعد دقيقه. انا عايزاه بس يتغلف من جوه ومن بره، انا بس بديله كده ايه تغليفه عشان ابقى متاكده منه. انا عاملك على كميه قليله لاني مش عايزاه يتحط على بعضه، عايزاه زي ما انتم شايفين كده، شايفين في الحله بعيد عن بعضه ازاي، انا عايزه الميه والزيت يخش جوه. الميه والزيت انا فاتحه فتحه، عرفتوا بقى انا فاتحه الفتحه الصغيره في المشمش دي ليه؟ عشان الميه تخش جوه المشمشايه. الميه والزيت، الميه محطوط فيها ملح الليمون، والليمون هيمنع لي السواد اللي بيبقى للمشمش، يعني مش هيخليه لي يسود، دي حاجه. الحاجه الثانيه الزيت هيعمل لي كسوه خارجيه على المشمش، فبكده انا هبتدي احافظ عليه. انا خلاص كده هطلعه خلاص من على النار، انا مش محتاجه اكتر من كده.
بس انا كل اللي بعمله كنت عايزه اغلفه، فهبتدي اصفيه. هشيله كله كده من الحله وهبتدي بقى احطه، اسيبه يصفى في المصفه وما احطهوش على بعضه لحد ما يبرد. طبعا مش بدخله فرن ولا بعمل الكلام ده خالص، انا بسيبه يتجفف براحته وهوريكي هسيبه يتجفف براحته ازاي. خلاص انا سبت بقى المشمش بتاع الصفا، هبتدي بقى اجيب ورقه زبده. بسم الله. اقطعها ورق زبده قماشة عندك نظيفه، خلاص هبتدي بقى اجيب المشمش بتاع اللي انا صفيته، المشمش اهو بعد ما سبته يتصفى. هبتدي بقى ارص المشمش بتاعي في الصينيه كده. بصوا وهبتدي هحطه في الهواء، عايزه تطلعيه بره في الشمس وتغطيه من فوق بحته شاشه ماشي، عايزه تحطيه في البيت وتحطي المروحه تخليها هي تشغلها عليه ماشي. اول يوم هيعدي هتحس اللي هو بدأ يتغير، هنغير ورقة الزبدة من تحته وهقلبه على الجنب التاني. تاني يوم هبتدي اضغط الحبة على بعضها، وتالت يوم هتبتدي تشوفي النتيجة، ورابع يوم هتبتدي تلاقي الثمار بقت عندك مجففة وجميلة. هتتبع الطريقة بتاعتي وانا طبعا لحظة بلحظة هوريك ايه اللي هيحصل، ويا رب يا رب الوصفة بتاعتي تعجبكو وتطلع النتيجة مبهرة. انا مش عاملة كتير اهو، تمام. هبتدي بقى اسيبه كده هوت، وهفتح عليه المروحة او احطه في الشمس، وهرجع لكم بعد اول يوم. ادي شايفين لونه كده بيتغير زي ما انتم شايفين، بس عادي هيرجع تاني للون الاصلي بتاعه. بقعد اقلبه، يعني انا امبارح قلبته كذا مرة شايفين. وبعد كده بقى بعد ما بقلبه ببتدي اضغط عليها كده، كل واحدة اضغط عليها كده شايفين اهو، بضغط عليها وبفضل سايباها لحد ما اللون بتاعها يتغير. ديت عشان كانت نص واحد، شايفين اللون بتاعها الاول اسود وبعد كده اتغيرت بقت ادت اللون الفاتح. ما هو بعد ما بيدي اللون ده بيبتدي يدي بقى اللون الفاتح بعد ما بينشف وبيطرد المية بتاعته. يعني شايفين ديت عملت ازاي اهي، شايفين دي وبدأت تدي اللون الفاتح، يعني ما تتخضوش من اللون ده، هتابعكم بعد كده. ورجعت لكم كده اهو بعد 4 ايام. طبعا انا بسيب عليه المروحه ما بحطوش في الشمس، طبعا في اللي ناشف اهوت اهو، قرب اهوت خالص، يا دوبك هيساب يوم واحد بس وكده يبقى المشمش بتاعه خلص شايفين. وفي لسه شويه عايز حبة، فعشان كده بقول لكم، يعني دي برضك لسه عايزة حبة، عشان كده بقول لكم دوت. انا ببقى لما باجي اعمله لازم تعمليه كميات عشان يبقى باين قدامك كده اهو، عشان ما تقوليش لا ده انا جايبة نوعية تانية. لا، هو المشمش اللي احنا عاملينه اهوت مع بعض شايفة، يعني ديت لسه طرية هي، يا دوبك هتنشف. واحدة ابصي اهو بفتحها لك اهيت من جوه اهي، زي ما احنا فكناها اهيت، اهي قربت شايفين. طبعا احنا كنا ضغطينها على بعض، بيتهيألي طبعا المشمش المجفف اللي احنا بنجيبه ما بيبقاش بالطريقة ده هي، عشان ما تقوليش لا ده انت جايبة نوعية تانية وحطاه اهو اهو. حتى بردك في واحدة هيت شايفين اهي، لسه هيقرب اهو ايه اللي هي تنشف بالطريقة ده، ودي بردك لسه هتقرب تنشف. فزي ما انتوا شايفين كده، وطبعا في نشف خالص اهو بقى جميل اهو، المشمش بتاعنا اهو نشف وبقى جميل. وبعد كده هبتدي اعينه في العلب واعينه في التلاجة عندي، وبكده تبقى خلصت الوصفة بتاعتي، وبجد هتعجبكم. وارجو لو عجبتكم نعمل اعجاب للقناة ونشارك فيها ونفعل الجرس في قناتي وقناتكم وقناتنا كلنا. ام بلال البورسعيدية، دلع كرشك دلع نفسك.